سيدة إسراء، يعني شخص في العراق في الآونة الأخيرة للأسف عملية جديدة أو حيلة جديدة لربما لغسيل الأموال عبر عقود زواج بمهور كبيرة جدا. هل يعني مثل هكذا حالات حصلت مع جنابك الكريم، خصوصا وأنت محامية ومطلعة على هذه المواضيع؟ تفضلي. نعم، بصراحة مواضيع عقود الزواج هي غالبا ما تكون انه الازواج فيما بينهم ما يحتاجون انه محامي معين او يوكلون شخص معين، لانهم يحضرون بالذات الى المحكمة وفق استمارة الكترونية يتم ملئها واجراء الفحص الطبي وكافة الاجراءات القانونية ومن ثم عقد الزواج. فانه موضوع المهور انه بصراحة نسمع به على السوشيال ميديا او انه عن طريق بالمحكمة نسمع فلان انه عقد على فلانة بالمهر المسمى المقدم والمؤخر. موضوع غسيل الاموال يعني بصراحة يعني كموضوع انه مهر او عن طريق عقد زواج يعني يعتبر هو طريقه احتياليه حديثه، بس مو هي الطريقه المعتمده. تعرفين يعني غسيل الاموال دخل بكثير اطر وكثير انواع التجاره، يعني الزوج او الشخص اللي يحاول غسيل اموال ما يحتاج الى عقد زواج يعني صراحه، يعني يقدر يسوي اتفاقيه او شراكه عمل معينه او افتتاح مشروع معين، يعني مو بس انه موضوع المهر المسمى.